بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا بهذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، وهو استكمال للدرس السابق في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكرنا الأدلة التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله على هذا العنوان، وهي الآية الكريمة التي نزلت في مسجد الضرار، قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. وأيضا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وذكرنا من هذه المسائل العظيمة هي أنه لا ينبغي ولا يجوز أن نعظم ما كان يعظمه أهل الجاهلية، لا في أعيادهم ولا في عباداتهم، لأن المسلم يستقي أحكامه من دين الله عز وجل، وهو مأمور بمخالفة أصحاب الجحيم، ومنهي عن التشبه بالمشركين. ولهذا لا يتشبه بالمشركين في شيء من اعتقاداتهم ولا في أعمالهم. وهذا الباب باب كبير في الشريعة الإسلامية، فإنها سدت هذا الباب الذي فيه تعلق بأحوال أهل الجاهلية، والمراد بأهل الجاهلية أهل الشرك وأهل الكفر من أي طائفة كانت، سواء من جاهلية العرب أو من اليهود أو من النصارى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة هؤلاء جميعا. وبالمناسبة نحن الآن في بداية شهر صفر، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسالك الجاهلية في شهر صفر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. وهذا الموضوع سوف يأتينا في باب مستقل، لكن الذي يهمنا منه في هذا المجلس قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، فإن المراد بصفر هو هذا الشهر المسمى صفر. والجاهلية كان لهم اعتقادات في صفر، ومن هذه الاعتقادات أن هذا الشهر
شهر مشؤوم يتشاءمون منه، ولذلك يتجنبون فيه السفر ويتجنبون عقد النكاح ونحو ذلك، وهذه من خرافات الجاهلية التي لا أصل لها. وهذا النهي يدل على أنه لا ينبغي أن نتشبه بأهل الجاهلية في معتقداتهم ولا في تصرفاتهم، فإن هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك لا نتشبه باليهود والنصارى في اتخاذ القبور على المساجد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومر معنا في ما يتعلق بمحرم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، لأن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يخالف اليهود في هديهم ويصوم هذا اليوم، لأننا نحن أولى بموسى منهم، فإن موسى نبي كريم من أهل التوحيد، فنحن أولى به منهم، فهم أهل ضلالة وكفر فنحن أولى. لكن انظروا إلى التميز الذي شرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث نخالف اليهود ونصوم اليوم التاسع، بحيث لا نتشابه معهم في صوم يوم عاشوراء فقط. فهذا المراد أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني لا تشابه أهل الجاهلية ولا تعظم أماكنهم ولا تعظم أعيادهم، فنحن لسنا في حاجة من ذلك. ولهذا تجد الآن بعض من الناس قد فتنوا بأعياد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية عندهم مناسبات كثيرة وأعياد كثيرة لها تسميات مختلفة، ونحن في غنى عن هذا البتة، لأن في شريعتنا لنا عيد رمضان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، والأسبوع عيده يوم الجمعة. غير ذلك لا يجوز لنا أن نتشبه بالمشركين في هذه الأعياد. وأما بقية المسائل الثانية فإن قد مرت معنا في الدرس السابق. ولهذا قال المؤلف، نحن وصلنا عند المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية، وتلك البقعة إشارة إلى ما يكون فيه شيء يعظمه أهل الجاهلية. فإذا نذر ناذر أن يفعل فعلا يتقرب به إلى الله لكنه في بقعة يعظمها أهل الجاهلية أو يعيدون فيها، فإن هذا لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية. وما الدليل على أنه نذر معصية؟ الدليل استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأذن له بالوفاء بالنذر لما قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فلم يأذن له بالوفاء بالنذر إلا بعد أن تأكد وسأل أنه ليس فيها عيد من أعيادهم وليس فيها وثن كانوا يعبدونه. فدل على أنه لو كان فيها عيد أو كان فيها وثن فإنه لن يأمره بالوفاء بهذا النذر، لأنه يعتبر نذر معصية. والإنسان إذا نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما لو نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، لا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسألة التاسعة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي قوله: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. انتبهوا إلى كلمة ولو لم يقصده، يعني لا تشابه أهل الشرك في أعيادهم. أهل الشرك عندهم عيد ميلاد
ولذلك يحتفون بميلاد عيسى عليه السلام. وقلدهم بعض المنتسبين للإسلام فقالوا نحن نحتفل بعيد ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أتقليداً للكفار أم تأخذونه من الشريعة؟ فإن قالوا تقليد للكفار قلنا هذا الباب مسدود، فإنها مشابهة الكفار في مناسباتهم لا تجوز. وإن قالوا من الشريعة قلنا متى حدث الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم لن يجدوا في القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يجدوا من احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل الفقه وأهل العلم وأهل الفضل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيهم الخلفاء الراشدون والتابعون وأتباع التابعين ما عرفوا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه البدعة ما حدثت إلا في أيام الدولة الفاطمية العبيدية المعروفة بانحرافها، والذي كتب عنه المؤرخون فهم قد من الزنادقة الذين تظاهروا بالإسلام. فدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يشابهوا المشركين في أعيادهم ولا في تصرفاتهم. لا ينبغي لنا أن ننظر ماذا يصنعون ثم نصنع كما نصنع. وهذا في أشياء كثيرة، سواء في العبادات أو في اللباس أو في الهيئات أو نحو ذلك، لأن المسلم لا بد أن يعتز بإسلامه، لا بد أن يعتز بدينه، ولا ينظر إلى أهل الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى قد سماهم إما أن يكونوا من المغضوب عليهم أو من أهل الضلال أو من أهل الشرك أو من أهل النفاق. فهؤلاء ماذا ترجو منهم حتى تسير على خطاهم وحتى تقلدهم في تصرفاتك؟ المسألة التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. يعني قد يجتهد مجتهد فيوافقهم ولم يقصد المشابهة، فهنا نقول يعني نحذره ونقول لا تفعل ذلك. يقول ما قصدت، نقول ولو لم تقصد، لأنك في الصورة الظاهرة تكون موافق لهم. المسألة العاشرة، لا نذر في معصية، لأن النذر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فلا يمكن أن يجوز له أن ينذر في معصية، فإن الله لا يتقرب له بالمعاصي. لا يجوز للعبد أن يتقرب لله بالمعاصي، فإن القربة لا بد أن تكون مشروعة. قربة غير مشروعة، تقرب غير مشروع، فإن هذا لا يجوز. والمشروع هو ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مشروعية لغيرهما. يعني ليس هناك أحد يشرع أحكام في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن أن يأتي أحد بشريعة إضافية زائدة على ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود لما رأى أن بعض الناس سلك طريقا جديدا في التسبيح أنكر عليهم وقال لقد أتيتم بدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. يعني من أين أتيتم بهذا؟ فهي شريعة غير معروف. وأبلغ من هذا وأصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في ديننا شيئا جديدا فهو مردود عليه، لا يكون مقبولا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينذر بمعصية، لا يجوز له أن ينذر بمعصية، بل لا يجوز له أن ينذر مكروه، لأنه إذا لم يكن مستحب لله فليس بقربة. مثال
لو نذر رجل أن يطلق زوجته فنقول لا تفي بهذا النذر لأنه ليس بمعصية، فهو مكروه هذا، فإن هذا ليس بمستحب وإنما هو مكروه، فما دام مكروه فلا تتقرب به، وإنما يكون يمين، عليك أن تكفر عن يمينك ولا تفي بهذا النذر، وإنما الوفاء بالنذر إنما يكون في طاعة الله عز وجل. ومثل ذلك المسألة 11 التي ختم بها المؤلف المسائل، قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لأنه ليس من حقك أن تتصرف في أموال الآخرين، ليس من حقك أن تتصرف في أموال الآخرين. فلو قال شخص نذرت لله أن أنحر جمل جاري، فنقول لا يجوز لك هذا، لأن جمل جارك ليس بملك لك، فلا تنذر فيما لا تملك. ولهذا ذكر المؤلف باب النذر بعد هذا الباب ليبين مسائل النذر بالتفصيل، فقال باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، يعني لو نذر ناذر أن يتقرب إلى مخلوق فهذا النذر من باب الشرك، يعني لو قال نذرت لله أن أذبح بقرة عند سيدي البدوي فهذا شرك أكبر العياذ بالله، لأن هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية عند أوثانهم، فهم كانوا ينذرون للات وينذرون للعزة وغير ذلك من الأصنام. ولهذا فإن النذر عبادة، والدليل على أنه عبادة أن الله أثنى على فاعليه، فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني الله يعلم هذه الطاعة ويجازيكم عليها، فدل على أن النذر محبب إلى الله عز وجل بالتفصيل الذي سوف يأتينا، وأن النذر إنما يكون عبادة. ولهذا يقول المسلم نذرت أن أصوم لله 3 أيام تطوعا مثلا، أو نذرت أن أعتمر أو نحو ذلك، فهو عبادة. وإذا كان عبادة فإن العبادة لا يتوجه بها العبد إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن يتوجه بالعبادة لغير الله، فكما أنه لا يجوز له أن يصلي لغير الله ولا يجوز له أن يذبح لغير الله، فلا يجوز له أن ينذر لغير الله البتة. وهذه القضية هي قضية منتشرة مع الأسف الشديد في زماننا هذا في كثير من البلدان التي توجد فيها أضرحة مبنية على قبور من يسمونهم أولياء، فإنهم يجعلون عندها صندوق للنذور كذا محدد، الصندوق للنذور عند قبر هذا الولي، فمعنى ذلك أنه له علاقة بالولي. وبعضهم يقول يصرح بهذا، حتى ذكروا أن بعض النساء عندما تتزوج تأتي بجزء من صداقها وتضعه عند في الصندوق الذي عند السيد البدوي، وتقول هذا نصيبك يا سيد بدوي، نصيبك، انتبهوا، هذا نصيبك يا سيد بدوي من صداقي، نصيبك، فهذا جزء من العبادة، نصيبك يا سيد بدوي من صداقي، فهي تنذر له هذا المال. والسيد البدوي في الحقيقة لا درى عنها ولا يعلم الغيب، وإن كان فعلا من الأولياء فإنه لن يرضى بذلك، لأنه لا يرضى أن ينذر له. ولهذا ما رأينا أحد نذر للرسول صلى الله عليه وسلم نذرا على جلالة قدره، فما رأينا أحدا من الصحابة قال جملي هذا نذر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مزرعتي هذه نذر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند قبره صناديق للنذور البتة. ما فعل المسلمون عند قبره صناديق للنذور،
ولم يفعلوا صناديق للنذور عند قبور الصحابة، لا عند قبر حمزة ولا عند القبور التي في البقيع ولا عند غيرها، ما حصل هذا عند المسلمين البتة، لأنهم يفرقون بين التوحيد والشرك، وإنما حصل هذا في العصور المتأخرة التي التبس فيها على بعض أبناء المسلمين هذا الأمر، فظنوا أن هذا مما يجوز، وهو في الحقيقة محض الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية عند أوثانهم. ولهذا قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال الشارح: إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني هذه الحالة الشنيعة التي ذكرها الله عن المشركين، أنهم كانوا يأتون إلى المزرعة فيجعلون منها نصيب للوثن، يقولون مثل هذا البقع، هذه البقعة ما فيها من الزراعة فهي لصنم العزة مثلا، والباقي لله، لأنهم هم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فهم يعرفون الله، فيقول هذه لله وهذه لشركائنا. ثم إذا جاءت الريح وأخذت شيء من الحب من نصيب الصنم، نصيب الوثن إلى الله، إلى النصيب الذي جعلوه لله عز وجل، يرجعونه ويقولون الله غني، يعني هم أيضا يعلمون أن الله غني، يقولون الله غني وهذا فقير، ويعلمون أنه فقير ليس بغني، يعني يعبدونه ويعلمون أنه فقير، لكن من باب التقديس ومن باب المحبة، فإن محبتهم له أعظم من محبة الله، بدليل هذا التصرف، فإنهم إذا كان الريح أخذت الحب إلى ما جعلوه لله، فإنهم يعيدونه للصنم ويقولون الصنم فقير، وإن كان جاء من قسم الله للصنم ما يعيدون لله. شوف التطفيف، يعني إذا قالوا يعني يتركونه من زود محبتهم، من زيادة محبتهم، إذا جاء من ما جعلوه لله إلى الصنم فإنهم يتركونه، يعني لا يجتهدون في إعادته، والحج عندهم إن الله غني وهذا فقير، وكيف تترك الغني وتعبد الفقير؟ لماذا تتعلق بهذا الفقير؟ فالذين ينذرون لأهل القبور هم يفعلون كما فعلت الجاهلية تماما، حذو القذة بالقذة، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، وفعلهم هذا الذي يفعلونه لا فرق بينه وبين فعل المشركين، إلا أنهم يزيدون عن المشركين بشيء، وهو أنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله، ويقولون لا إله إلا الله، ولكن هذا الفعل يدل على أنهم لا يعرفون معناها أصلا، يتلفظون بقول لا يعرفون معناه، لو عرفوا معناه وأن العبادة لا تصرف إلا لله لما فعلوا هذا الفعل، فهم يتلفظون بلفظ لا يعرفون معناه، فهذا يعني لا يعفيهم، لأنهم ما تعلموا شهادة التوحيد التي تدخلهم في الإسلام، ما عرفوا معناها، فهم يتلفظون بكلام لا يعرفون معناه، ومن المعلوم أن المقصود من الألفاظ هو المعاني، المقصود من الألفاظ هو أن تعرف المعنى، لأنك إذا قلت قولا لا تعرف له معنى ما تستطيع أن تلتزم بمؤداه، لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة، هل تعرف ماذا تقصد بإياك نعبد؟ أما تعرف
فإن كنت لا تعرف هذه مصيبة، يعني تدعو الله بما لا تعرف، وإن كنت تعرف وهي أنني لا أعبد إلا أنت، فكيف تعبد غيره وتجعل جزءا من عبادتك لغير الله؟ ثم إن الذين يجلسون عند هذه القبور ويستقبلون النذور هم في الحقيقة مثل سدنة الأصنام، فإن سدنة الأصنام كانوا يجلسون عندها ويستقبلون من الناس النذور، وهؤلاء يجلسون عند القبور ويستلمون النذور التي تنذر، فهي حالة شركية جاهلية معاصرة انتشرت في كثير من بقاع الدنيا. وهذا تضليل الشيطان قد أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لا تقوم الساعة حتى تصطفق إليات نساء دوس على صنم ذي الخلصة، فدل على أن حالات من حالات الجاهلية سوف تعود إلى بلاد المسلمين، وصنم ذي الخلصة صنم معروف لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية، فلن تقوم الساعة حتى يعبد هذا الصنم مرة أخرى. فتعلق الناس بهذه القبور وهذه الأضرحة يعني هو نوع من الجاهلية المعاصرة الذي انتشر خطره، وكثير من الناس في غفلة عنه أو لا يريدون أن ينكروا لما لتمكن أهل الشر والفساد في تلك الديار، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولهذا فإن أنصح كل سامع لهذا الكلام من البلاد التي فيها هذه الأضرحة والتي يقدم لها النذور ويقدم لها الذبائح أن يجتهد غاية الاجتهاد، أن يوزع ولو كتيب صغير يتعلق بهذا الموضوع، لعل الله عز وجل أن يهدي به. فإن بعض العلماء حصل كتاب صغير في مسألة شرح التوحيد فنفعه الله عز وجل به ونفع خلقا كثيرا. فإن عوام الناس إذا اعتادوا على شيء ولا يرون العلماء ينكرونه فإنهم يظنون أن هذا سائغ وأن هذا مقبول، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز التغاضي عنها البتة، فهو أعظم من السرقة وأعظم من الزنا وأعظم من الربا، لأنه يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وأما من نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك. وهل أحد ينذر للشمس والقمر؟ يعني عباد الكواكب ينذرون للشمس وللقمر ولبعض الكواكب. قال: كالشمس والقمر والقبور ونحو ذلك. وهذا يدل على أنه من زمن ابن يعني حدثت هذا من قرون قديمة، يعني شيخ الإسلام هو من علماء الشام في القرن السابع الهجري، فمعنى ذلك أن عبادة القبور من قبل ذلك منتشرة. قال ونحو ذلك: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحلف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا. ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به، لأنه منهي عن تنوير القبور. ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن العكوف
في مكان عبادة، ولهذا يعتكف المسلمون في المساجد، فالذي يعكف عند القبر وعند الضريح وعند الولي فهذا عكوف عبادة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكفون يعني يحب يجلس عنده ساعة ساعتين ثلاث ساعات لما يرجو من الخير من قبله، هذا هو العكوف، هذا هو التعبد. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر، التي على قبر ولي أو شيخ، يسمونه مشهد لأنه علامة ظاهرة يبنون بناء عليه، قبة أو شيء من هذا. قال: وأما النذر فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر، لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما، ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب فيه في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وهذا يعني في مذهب الإمام الشافعي، والعجيب أنك تجد بعض الناس يقول: أنا على مذهب الإمام الشافعي. طيب ما دام أنت على مذهب الإمام الشافعي وتجد يقدس الأولياء، طيب ليه ما ترجع لمذهب الإمام الشافعي وترى نظرته لهذا التصرف الباطل الذي هو مثل فعل الجاهلية؟ وقال هذا في عند مذهب الشافعية. انظروا ما جاء في مذهب الأحناف. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد يخاطب الميت، انظروا: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فالمقصود به هو هذا الذي يخاطبه، لأنه يخاطبه يقول: يا سيدي فلان. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع، بالإجماع يعني ليس في مذهب الأحناف فقط بل بإجماع المسلمين. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. انظروا غاية الوضوح. وانظروا الآن الذين يقدسون عبد القادر الجيلاني وكلهم يقول: أنا على مذهب أبي حنيفة. طيب أين أنت من هذا الكلام؟ أين أنت من مذهب هذا الأحناف الذي يقررون أنه أن النذر عبادة وأنه لا يجوز لمخلوق؟ قال
كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، تنذر له الميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، اعتقاد أن الميت يتصرف دون الله فهذا كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين. فأين الذين تجدهم يعني يتظاهرون بالعلم وأمام أسماءهم الدكتور الفلاني البروفيسور الفلاني، وهذا أمر محرم بالإجماع وهو يزينه للعامة ولا ينكره. فهل هذا عرف الإجماع؟ عرف حقيقة دين الله عز وجل؟ أم هم أهل ضلالة وتأكل بدينهم على غير هدى؟ وهذا النقل عن الشيخ قاسم الحنفي نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي، لا سيما في مولد البدوي، يعني يكثر النذر للبدوي في مولده. العجيب إن أخبرني شخص يقولون يجعلون له 3 موالد في السنة، ما هو مولد واحد، يجعلون له 3 موالد في السنة، يعني حتى يزيد الضلال ويزيد الاستغاثة بالمخلوق. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي أيضا من علماء الأحناف في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني يرى أنه لا يجوز أكل الذبائح التي تذبح عند الأضرحة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله ما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال الشارح أيضا: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. هو ناقش هنا مسألة: إذا نذر شخص نذر المعصية هل يجب عليه كفارة يمين أم ليس عليه كفارة؟ وذكر أقوال العلماء في ذلك، فقال بعضهم ليس عليه كفارة، وبعضهم قال عليه كفارة يمين، يعني هذا الحلف الذي حلف به فيكون كاليمين فعليه كفارة يمين. وهذه الكفارة كما تعلمون هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. وتكلم عن أقسام النذر. أقسام النذر يعني إما ينذر شيء واجب من العبادات مثل العبادات الواجبة، أو ينذر مستحب، أو ينذر محرم، أو ينذر مكروه، أو ينذر مباح. فهل المباح يجوز أن ينذر به؟ قال: يجوز أن المباح يجوز أن يفعله، يجوز إذا نذره أن يفي به. يعني لو نذر شخص وقال: لله علي نذر أن آكل 10 تمرات في الضحى غدا، هذا أكل مباح فلا حرج في ذلك، وإنما لأن هذا ليس بمعصية، فإن المباح ليس من المعصية، وإنما
الذي يعتبر معصية هو المحرم أو المكروه، واستدلوا على جواز النذر في المباح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. ومعنى ذلك، وهذا لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولأن الناس اعتادوا في الفرح أن يضربوا بالدف، وضرب الدف الذي لا يكون معه عزف ولا آلات له ونحو ذلك، فهذا من المباح. وهي يعني أرادت أن تعبر عن فرحها بعودة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفعل هذا المباح. هذا الذي تعرفه، أن الذي يفرح يضرب بالدف، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعنى تضرب براسك، تضرب يعني أضرب على رأسك بالدف، يعني عند قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم تضرب بالدف على عند قدومه، فقال: أوفي بنذرك. وهذا الحديث هو رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة. فلهذا يعني هذا يجعل مما يستدل به على نذر المباح، فإنها بالنسبة لها، بالنسبة لها هو يعتبر أنها تفعل مستحب، وهو الفرح بعودة الرسول صلى الله عليه وسلم سالما من الغزوة، لكن ما عهد التعبد بمثل هذا، فهي تتعبد بالفرح لا بضرب الدف، فإن ضرب الدف ليس من العبادات. واحتجاج المتصوفة الذين يعبدون الله بالألحان وبضرب الدفوف وبالأغاني ونحو ذلك استدلال باطل، لأنهم يتعبدون بشيء ما شرعه الله عز وجل. وأما هذه المرأة فإنها أرادت الفرح فقط، أرادت الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتعبد لله عز وجل بالأغاني والطبول والرقص ونحو ذلك مما يفعله أهل الطرق، فهذا من البدع التي لا تجوز البتة، وليس هذا من العبادة، بل هذا من العبث واللعب. تتعبد لله بالرقص، أن ترقص لله عز وجل أو نحو ذلك، أجرنا الله وإياكم من ذلك. نعم. ثم علق هنا على المسائل المستنبطة من هذا الباب، فذكر ثلاث مسائل فقط. المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، لأن هذا النذر قبل النذر مثلا مستحب، لكن إذا نذرته تحول واجب لأنك نذرت ذلك. والنذر يقسمه العلماء إلى قسمين: نذر مجازاة ونذر بر. نذر مجازاة ونذر بر. فأما نذر المجازاة فكأن تقول: إن شفى الله مريضي فإنني أذبح ذبيحة وزع على فقراء مكة مثلا، إن شفى الله مريضي، فكأنك تجازي الله عز وجل أنه إذا شفى مريضك فسوف تفعل كذا، فإن لم يشفيه ما تفعل كذا. ولهذا هذا الذي جاء فيه الأثر: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. يعني النذر لا يغير مقادير الله عز وجل، وكونك تقول لله سبحانه وتعالى: إن شفيت مريضي تصدقت بصدقة، وإما تشفي مريضي ما أتصدق، هذا شغل البخيل، شغل البخيل. ولهذا قالوا: نذر مجازاة ونذر بر. أما النذر المشروع هو الذي ما يتعلق بسبب، تقول: نذرت لله أن أصوم 10 أيام، نذرت لله أن أعتمر، نذرت لله أن أتصدق بكذا، فهو بر
أنت تلزم به نفسك وتفعله من دون مقابل، أما أن تجعله بمقابل فهذا الذي لكنه يلزمك، يعني إذا نذرت فإنه يلزمك، إن قلت ذلك فإنه يلزمك. ولهذا قال المؤلف وجوب الوفاء بالنذر. من أين أخذ الوجوب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، والأصل في الأمر هو للوجوب. المسألة الثانية قال وإذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغيره شرك، وهو قد ثبت كما مر معنا في الأدلة، ثبت أن النذر عبادة، والقاعدة عندنا أن من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، فإذن النذر لله عبادة والنذر لغيره شرك. المسألة الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا أمر ظاهر. الأخ يسأل عن الشفاعة في العفو عن القاتل، يعني أن تشفع عند مسلم أن يعفو عن قاتل أخيه أو عن قاتل أبيه أو نحو ذلك، هل تجوز أو لا تجوز؟ يعني كونك تشفعت في الصلح، فالله عز وجل أثنى على الصلح وقال الصلح خير، وهذا يشمله الصلح خير، فأنت إذا أصلحت بين متخاصمين أو شخص له حق على شخص وتنازل عنه فهذا خير لا شك فيه إن شاء الله تعالى. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه أن بعض الناس يغالون في الديات التي يدفعونها، يعني يأتي ويقول اعفو عنه فيقول أريد 50 دية أو 50 مليون أو 100 مليون أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني ينبغي أن لا يبالغ الناس في هذا الأمر، أن لا يبالغ الناس في هذه الأمور، وخير للذي يعفو إما أن يعفو لله عز وجل أو يأخذ الدية المقررة شرعا، هذا خير له، لكن المبالغة في ذلك فإنها قد تجر فساد على المجتمعات، وقد يقلد الناس بعضهم بعضا فلا يرضون بالتنازل إلا بمبالغ خيالية في مثل هذا. وأيضا ينظر في نوعية هذا القاتل، هل هو تائب، هل هو أم هو مثلا مفسد من أصحاب المخدرات ومن بحيث لو خرج لقتل وأعاد للفساد، فإنه يختلف، رجل ابتلي فقتل ثم تاب ورجع يختلف عن رجل صاحب إجرام ومخدرات وما تاب ولا تأسف ونحو ذلك، فهذا كل قضية لها من الملابسات ما يبين حكمها. المسألة الثانية قال إرسال الهدي من المدينة نفهم منه مضاعفة الأجر في مكة، هذا سؤال غريب، هل يريد الهدي أن يكون في المدينة؟ لأن الهدي أصلا هو يهدى لمكة، لا يجوز أن تهدي في مكان غير مكة، الهدي مرتبط بمكة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بهدي هديا بالغ الكعبة، لا بد أن يكون الهدي ترسله لمكة، فهذا هو التقرب المشروع. أما لو نذرت نذر غير ما يسمى هدي، لو نذرت مثلا أن تنحر 20 من الإبل في صنعاء مثلا، ليش صنعاء مثلا؟ تقول فيها فقراء وفيها حاجة ونحو ذلك، فهذا يسمى نذر ولا يسمى هدي، هذا يسمى نذر ولا يسمى هدي. وأما الهدي فإنه لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة، يعني ينحر في مكة لأهل مكة ومرتبط بالكعبة. أم هل هو يدل على مضاعفة الأجر؟ مضاعفة الأجر التي وردت في المسجد الحرام، صلاة وردت في الصلاة في المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لكن هل هذا يشمل
كل حدود الحرم، أم أنه مقتصر على المسجد الذي له سور وهو هذا المسجد؟ قولان للعلماء مشهورة، أحدهما أن التضعيف يشمل حدود كل مكة، ودليل هذا القول إن الله سبحانه وتعالى سمى مكة بالمسجد الحرام، فقال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون يمنعون من دخول حدود الحرم، والنص على المسجد الحرام: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلو كان المراد بالمسجد الحرام هو المسجد المحاط بجدار، فهل ندخل المشركين إلى قريب الحرم؟ لا، هم لا يدخلون الحدود البتة. فهذا من حجة من رأى أن الصلاة مضاعفة في المسجد الحرام وفي غيره من بقاع مكة. وأيضا مما يستدل به على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصر زمن الحديبية كان إذا جاءت الصلاة يدخل إلى حدود الحرم، لأنه كان على حدود الحرم في الحديبية، فإذا حانت الصلاة يدخل إلى حدود الحرم فيصلي الفريضة ويرجع إلى مكان الجيش. وأيضا ذكروا عن بعض السلف أنه كان له فسطاط خارج الحرم، وإذا جاءت الصلاة دخل إلى حدود الحرم وصلى في المكان الذي في حدود الحرم. فدل على أنهم يرون الصلاة في المسجد في حدود الحرم أنها مما يضاعف. وبعض العلماء يقول: لا، التضعيف في المسجد الحرام فقط. ودليله على ذلك ما جاء في بعض الروايات: إلا مسجد الكعبة، فيقول هذا تخصيص، إلا مسجد الكعبة، يعني التضعيف يكون في مسجد الكعبة، فهو مخصص بأنه المسجد الذي فيه الكعبة. هكذا يعني يستدل من يستدل بهذا. وقد يرد على هذا الدليل بالهدي، فإنه قال في الهدي: هديا بالغ الكعبة، وهو ينحر، لا ينحر في المسجد وإنما ينحر في حدود الحرم، والله أعلم. لكن من المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره، حتى ولو ضعفت الصلاة في المسجد الحرام أفضل لكثرة الجماعة وخروجا من الخلاف ونحو ذلك من الاعتبارات. يقول: لو نذر أن أنجاه الله من كذا لحفظ القرآن ولم يقدر، فما الحكم؟ يجتهد، اتقوا الله ما استطعتم، يحفظ باستمرار، يحفظ باستمرار ويجتهد لكي يفي بنذره، خاصة أنه ما حدد مدة، ما قال لا أحفظ القرآن في شهر ولا في سنة، فيكون عازم على أنه يحفظ القرآن بهذا الوفاء ويجتهد في ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو يقول: هل ضرب الدف للنساء أمام الرجال أم في مكان مغلق؟ ضرب أولا، هل المرأة التي سوف تضرب الدف هي متسترة؟ فإن الحديث اللي فيه إن المرأة نذرت فهي متسترة، ما هي كاشفة شيء، من يعني مسترة لنفسها، مثل النساء اللاتي كن يأتين للرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه في المسائل. تأتي المرأة وتستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها متسترة، غير متبرجة، ولا يبدو منها شيء، خاصة بعد نزول الحجاب، فكنا النساء الأنصار يخرجن كالغربان، يعني ما تعرف. فهذا يختلف. أما من كان يعني النساء غير متسترات فلا يجوز أن يكون أمام الرجال، وخاصة إذا كان مع الدف أصوات أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يكون أمام الرجال. نعم. هذا يقول: إنسان ذهب بالشاة إلى ضريح وذكى بسم الله وذبحها في الضريح، ما حكم هذا؟ يعني قال بسم الله وذبحها في القبر، ما علاقة القبر؟ هذا السؤال. يعني إذا كانت بسم الله فالله
لا يقبل العمل إلا عند القبر، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إنسان ذبح للجن وقال بسم الله وهو يريد أن يدفع الجن عن داره، أو أراد الذبيحة للضريح ويريد أن هذا الولي يدري عن الذبيح عن الذبيحة ويأتي له ويقول بسم الله، فإن الأعمال ما إنما تكون بالنيات، لأنه هو يأتي هنا ويقول لا إله إلا الله ويعبد الولي، فاللفظ لوحده مبني على المقصود. ما المقصود بذلك؟ ما المقصود بهذا الفعل؟ ليش هذا يقول اللي طاف ساعة بدون وضوء؟ هذا يقول مسألة الصلح للقاتل، كيف التوفيق بينه وبين حديث تشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ يعني لابد أن نفرق بين مسألتين، مسألة الحدود، لأن هذا فقد جعلنا لوليه سلطانا، الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفاعة فيها، لا تجوز البتة. يعني سارق جاء عند الحاكم الشرعي، تأتي وتقول اسمح له يا أيها الحاكم لا تقطع يده، أو زنى وتقول اسمح له، هذا لا يجوز الشفاعة فيها البتة، لا يجوز الشفاعة فيها. وإنما لو قتل قاتل فهذا قصاص، لا يسمى هذا قصاص، وهذا القصاص قد جعل الله للولي أن يعفو وجعل له أن يأخذ الدية، فالأمر راجع لولي الدم، فليس هذا مثل هذا وليس فيه معارضة. هذا البارح جاء هذا، طبعا هذا يذكر أمثلة من الأعياد وهي كثيرة، ما يمكن لك أن نعرف المشروع وما عداه فهو غير مشروع. نعم.